بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله فيما ذكر من أن المخالفة إما أن تكون علة، علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها. قال لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له. قال وذلك لوجوه: أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل: فاقتلوا المشركين، وقوله: فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، وهذا كثير معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يشير الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى ما ذكره الأصوليون من أن الحكم إذا علق بوصف صار ذلك الوصف علة لذلك الحكم، مثل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، معناه أن الشرك علة لقتلهم. وكما يقال: أكرم الضيف، معناه أن الضيافة أن الاستضافة علة للإكرام. أكرم المجد، معناه أن الجد في العمل أو الجد في أي شيء سبب لإكرام فاعل ذلك الشخص أو فاعل ذلك الفعل. هذا هو المقصود، أنه إذا علق الحكم بصفة كانت تلك الصفة علة لذلك الحكم. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى، دل على أن كونهم يهودا أو نصارى هو العلة من الأمر للأمر بمخالفتهم. خالف المشركين، خالف المجوس، إلى غير ذلك. نعم، صلى الله عليكم. قال: فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى. هذا كما سبق. نعم. قال: الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضائفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك. فعلى كل حال، إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله: اتقوا الله، وقوله: أحسنوا، وقوله: آمنوا بالله ورسوله، وقوله: اعبدوا الله ربي وربكم، وقوله: فعليه توكلوا. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به. كذلك كل هذا يدور على المعنى الذي سبق. ويزيد في هذا الكلام الأخير أن الله جل وعلا إذا أمر بأمر كالأمر بالتقوى والأمر بالإحسان والأمر بالإيمان،
فإن المأمور به يكون مطلوبا للآمر. فالله جل وعلا إذا قال آمنوا بالله ورسوله فهذا يدل على أن الله على أن الإيمان مطلوب لله سبحانه وتعالى. أحسنوا أن الإحسان مطلوب، اتقوا الله أن التقوى مطلوبة. نعم. قال ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. إذا قال الله جل وعلا فتحرير رقبة فالمقصود هو اعتاق الرقيق وإخراجه من الرق إلى الحرية دون نظر إلى كونه أبيض هذا الرقيق أو أسود أو أحمر، فهذه كما يقولون صفات طردية لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار بالرقبة السليمة السليمة من العيوب المخلة بالعمل. أما كونه أبيض أو أحمر أو أسود فهذا لا اعتبار له، وإنما هي صفات طردية. أما كونه مريضا أو كبير السن أو أعرج ولا يستطيع العمل هذا لا شك أنه أمر ملاحظ، ولذلك قالوا لا يجزئ في الرقبة إلا سليمة من العيوب المخلة في العمل، لأن المقصود من الاعتاق هو أن يستقل الرقيق لعبادة ربه وللكسب لنفسه ولمن يمون، فإذا كان لا يستطيع الكسب كان اعتاقه سببا لضياعه ويكون عالة على غيره. نعم. صلى الله عليكم. قال وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. نعم. إذا قيل اتق الله، تقوى معناها أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تخشى من عقوبة الله عز وجل. فإذا قيل اتق الله فهذا يشمل فعل الواجبات وترك المنهيات. وإذا قيل لمن يترك الصلاة اتق الله فهذا أمر بعموم التقوى، لكن يدخل فيه من باب أولى سبب الأمر وهو تركه للصلاة. يعني اتق الله بترك الصلاة، اتق الله فلا تترك الصلاة، اتق الله بأن تجتنب ترك الصلاة. وإذا رؤي من يزني وقيل له اتق الله فهذا أمر بعموم التقوى، لكن سبب الكلام هو وقوعه في المعصية، فيدخل دخولا أوليا تركه للزنا، ودخولا أوليا إقامته للصلاة والنهي عن تضييعها إلى غير ذلك. نعم. قال كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام. نعم. عاد الشيخ إلى ما كان بصدده في الأول، وهو أن من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود فيه تغيير الشيب، فإن اليهود والنصارى لا يغيرون الشيب بل يتركونه أبيض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته
أن يغيروا هذا الشيب، وهذا أمر استحباب لا أمر وجوب، بدليل أن بعض الصحابة لم يكونوا يغيروا الشيب لأنهم فهموا من الأمر أنه ليس أمر حتم، وإنما هو أمر استحباب، استحباب وأمر تكميلي وليس أمرا إيجابيا. فالحاصل إذا قال خالفوا اليهود غيروا هذا الشيب فهذا أمر بمخالفتهم على سبيل العموم جميع صفاتهم وأخلاقهم الخاصة بهم، لكن يدخل دخولا أوليا ما جاء في سياق الحديث وهو مسألة الصبغ، مسألة صبغ الشعر، صبغ الشيب. نعم. قال وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. نعم، إذا جاء الأمر أو النهي على سبب فإن هذا السبب يدخل دخولا أوليا ولا يمنع غيره في الطلب، يدخل دخولا أوليا في الطلب ولا يمنع دخول غيره من الأمور الأخرى. فإذا قيل خالفوا اليهود فإنهم لا يصبغون، فهذا سببه الصبغ، المخالفة في مسألة الصبغ، فيدخل دخولا أوليا مخالفتهم في ترك الشيب بدون تغيير، ولكن لا يمنع، بل لا يمنع أن نخالفهم أيضا في الأمور الأخرى التي هي من خصائصهم، لأنه جاء النهي عن اليهود، التشبه باليهود والنصارى عموما، وجاء النهي عن التشبه بهم في بعض الأمور، فكلها تجتمع، فمطلوب منا أن نخالف اليهود والنصارى فيما كان من خصائصهم وليس لنا فيه منفعة، وإنما هو مجرد تقليد محض ليس فيه فائدة، بل إنه يجر إلى محبتهم أو إلى موالاتهم أو إلى الانجذاب إليهم. نعم. قال وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي، يعني وإن قيل ذلك، هذا إشارة إلى قول آخر في المسألة، وهو أن ما جاء على سبب فإنه يقتصر على سببه، ولكن لا يمنع هذا كما سبق أن يدخل غير السبب مما هو مطلوب، مما هو مطلوب للشارع مراعاته. نعم. قال رحمه الله فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. نعم، هذا جواب عن اعتراض، وهو أن بعضهم يقول إن الأمر بالمخالفة أو أي أمر من الأمور العامة يكفي تحقيقه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه، بمجرد تنفيذ شيء من معانيه التي يشتمل عليها، ولا يقتضي أن عموم كل المعاني التي يحتملها كما قال الشيخ فيما سبق. يقول هذا يقوله بعض المتكلمين، أي علماء الكلام الذين يقولون بالجدل وعلم المنطق، وهذا يغلب على الأصوليين المتأخرين، فإنهم غلب عليهم علم المنطق وعلم الجدل فعرفت هذه المسألة عنهم. ولكن الصواب هو كما سبق أن كون الشيء واردا على سبب لا يمنع من دخول غير ذلك السبب في المطلوبية من الأمر أو النهي، فإن الشارع يراعي تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد، وإذا نهى عن شيء معين
فهذا يدل على تأكد تحقيق هذا الشيء دون أن يمنع من تحقيق غيره مما فيه تحقيق مصلحة أو دفع مضرة. نعم. قال جوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، وعموم الجميع لأفراده وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده، وعموم الجنس لأنواعه وأعيانه وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. هذا دخول في أو استطراد في بحث المسألة من ناحية العموم والخصوص، وهو بحث معروف عند الأصوليين، والشيخ رحمه الله كعادته يستطرد ويستقصي في المسألة التي يعالجها رحمه الله. فهذه المسألة وهي مسألة مسألة العام، مسألة الجنس، ومسألة النوع، ومسألة الفرد، هذه أمور معروفة. فالجنس ما يشمل أنواعا، الجنس ما يشمل أنواعا مثل النخل، النخل يشمل جميع أنواع النخيل، والنوع ما يشمل أفرادا، مثل إذا قلت البرحي مثلا أو الخضري في عرفنا نحن، فهذا يشمل أنواع هذا أفراد هذا النوع فقط. إذا قلت تصدق بثمرة البرحي أو ثمرة الخضري، لا يشمل هذا جميع الحائط والبستان الذي هو جنس للنخل، وإنما يشمل أفراد هذا النوع. فكل ما في هذا البستان من هذا النوع فأنت مأمور أن تتصدق منه بثمرته. فهذا فرق بين الجنس والنوع. أما إذا قال لك تصدق بثمرة هذا النخل، فهذا يشمل جميع أفراد النخل الموجود في البستان وإن اختلفت أنواعه. وإذا قيل تصدق بهذه النخلة، هذه النخلة، هذا لا يشمل جميع النوع ولا يشمل جميع الجنس من باب أولى، وإنما يتعلق الأمر بهذه النخلة فقط. نعم. قال: فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. نعم. إذا هذا مثال للجنس. نعم. إذا الله جل وعلا أمر بغسل الوجه: اغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم، والوجه هو كل ما تحصل به المواجهة، فيشمل هذا الجبهة والخدين والذقن والأنف، ويشمل داخل الفم وداخل الأنف لأنه في حكم الظاهر. فإذا قيل اغسل وجهك لا يكفي غسل الخد، وإذا قيل اغسل لا يكفي غسل الخد أو غسل الجبهة أو غسل الذقن فقط، لأن هذا جزء من الوجه وأنت مأمور بغسل الوجه، فلا بد من غسل جميع أجزائه. وكما في قوله: محلقين رؤوسكم، هذا معناه حلق جميع الرأس، ولا يصدق هذا على حلق بعضه كما يقوله بعض الفقهاء، فمن قصر أو حلق بعض رأسه في النسك لم يكن آتيا بالمأمور، لأن الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكما لا يكفي حلق بعض الرأس لا يكفي تقصير بعض الرأس، فكذلك غسل الوجه لا يكفي غسل الخد منه أو غسل الأنف منه، لأنه لا يقال إنك غسلت وجهك، وإنما يقال غسلت بعض وجهك، وهذا لا يتحقق به المأمور، هذا تمثيل للجنس. نعم. وكذلك في الصفات والأفعال، فإذا قيل صل
فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا، لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. نعم، الصوم له حقيقة لغوية، حقيقة لغوية وهو الإمساك، الإمساك عن المشي، الإمساك عن الكلام، كله يسمى صوما. الإمساك عن الأكل والشرب كله يسمى صوما، لكن حقيقة شرعية وهي الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ليس كله إمساك. فلو صام بعض النهار ما صام، وإذا قيل صلي فصلى ركعة ولم يسلم لم يكن مصليا، لأن هذه حقيقة لغوية وليست حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية تعني أن تأتي بالمشروع، على أن تأتي بالمأمور على الوجه المشروع. الصلاة هي أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، بخلاف الصلاة اللغوية فهي مجرد الدعاء. فلو قيل صل ودعوت الله قلنا هذا صلاة لغوية، والمطلوب منك الصلاة الشرعية وهي الصلاة المعروفة بشروطها وأركانها وواجباتها. فهذا يختلف باختلاف المقامات، اختلاف الأحوال. وإذا قيل صم فصمت بعض اليوم، أو أمسكت عن الكلام أو عن المشي، ليس هذا صياما شرعيا. الصيام الشرعي هو الإمساك عن المفطرات، له وقت محدد ولا بد من نية، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففيه فرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية والحقائق العرفية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. إذا قيل أكرم هذا الرجل، هذا مثال لما سبق أيضا، فأكرمه وضربه، إذن ما فعل المأمور؟ نعم. لأن المأمور هو الإكرام من جميع الوجوه، فإذا ضربه لم يكن مكرما له، وإن كان أطعمه أو سقاه أو أحسن إليه، فإن هذا لم يحقق المأمور به. نعم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له، لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة وذلك يحصل بإطعام لقمة. وكذلك هذه أمثلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي ينزل بالإنسان في بادية أو في قرية ليس فيها أمكنة لبيع الطعام أو أمكنة للمأوى والاستدفاء ونحو ذلك، فإذا يجب إكرام الضيف بأن تحقق له جميع ما تتطلبه الضيافة. نعم. من الإسكان والمبيت والتدفئة أو غير ذلك، ومن الأغطية ومن الطعام والشراب، يومه وليلته. فلو أنه أعطاه لقمة وقال امش أكرمناك، يقال لا، ما هو هذا حق الضيف. حق الضيف أن تعطيه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، بأن تحقق له جميع ضرورياته من مبيت وتدفئة وأكل وشرب. نعم، أحسن الله إليكم. قال بعد ذلك رحمه الله: كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي. ما سبق كله تمهيد، الآن وصل إلى النتيجة التي يريدها رحمه الله. رحمه الله. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، لم تتحقق المخالفة بمخالفتهم في بعض الأمور دون بعض،
فهذا أمر عام لا يتحقق إلا بجميع جزئيات المخالفة. هذا رد على اللي يقول كما سبق من المتكلمين إن الأمر العام يكفي تحققه بتحقيق بعض معانيه. نعم. قال: لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. نعم، إذا قال خالف المشركين هذا أمر بالمخالفة، وهو نهي عن الموافقة، لأن كل أمر فهو يتضمن النهي، وكل نهي يتضمن الأمر كما ذكروا. نعم. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا رد على الفكرة التي ذكرها بما سبق. نعم. كما لا يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة، كما أنه إذا وافق المشركين أو اليهود والنصارى في بعض الأمور لا يقال أنه وافقهم في كل الأمور، بل هو موافق لهم في هذه الجزئية. نعم. في موافق لهم في هذه الجزئية، فالأمر العام لا يتحقق بوجود بعضه، بل لا بد من وجود جميع محتوياته. كل هذا كلام على قاعدة يقررها رحمه الله في مخالفة المشركين. نعم. قال: وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا. نعم، اللفظ يستعمل مطلقا، فإذا أطلق فإنه يشمل جميع محتملاته، جميع المعاني التي يحتملها. وأما مطلق الأمر فهو يتحقق ببعض محتوياته، ففي فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. مثلا الإيمان. نعم. الإيمان المطلق يشمل جميع خصال الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق إلا من أكمل الإيمان. وأما مطلق الإيمان فيعطى لمن اتصف بالإيمان ولو كان فيه بعض النقص، كالفاسق ومرتكب الكبيرة التي دون الشرك، فهذا يعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، بل يعطى مطلق الإيمان وهو الإيمان الناقص. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بقي لهذا بعض الإشارات والمباحث، ندعوها إن شاء الله للقائنا القادم لنهاية وقت هذا اللقاء دون ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا في شرح اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وعجل جعله حجة لنا لا علينا. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، هذه تحية من مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.